حبيبتي شريكة حياتي طبعا ام ضنايا وحبيبي. الله مش طاعة الزوجة واجب ولا ايه؟ طبعا. مش انتوا بتطيعوا زوجاتكم برضو؟ الله اكبر. ايه اللي انت بتعمله ده؟ ولا حاجة. انت بتلعبي بره وانا بلعب جوه، كل واحد بيلعب بطريقته. من امتى بتعرف تلعب؟ ما حبيتش اضيع وقت وانت في المستشفى. هما يلعبوا لكن احنا لا. لا حول ولا قوة الا بالله. ده بدل ما تشكرينا على اني بوسع نشاطنا وبزود رزقنا. ازيك يا فوزية؟ وازاي ماما؟ ما لطيفة قوي. مرة تانية مفيش داعي تزودها مع أي واحدة من الموجودين. زي ما حصل دلوقتي. ليه؟ ليه الأفكار الرجعية دي؟ ما تاخدي الأمور ببساطة. سان فوسون. شي إيديو. نو 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 نو. أتنسيو تي بارول. إيه ده؟ فرنساوي؟ لو أنت ما دريتيش. لا. الزمن بيعلم حاجات كتير، رمزي بيه. أنا عايز حاجة. خير يا مرسمين؟ لا خير إن شاء الله. واحد صاحبي من بتوع النادي، أخويا وحبيبي زي حضرتك كده بالظبط، مستورد مركب تفاح، بس تفاح إيه؟ من اللي قلبك يحبه. المركب عليها 200 طن، هما في المينا مش عايزين يدخلوا المركب قبل شهر، بالطريقة دي التفاح هيبقى طرش والراجل هيتخرب بيته. والمطلوب؟ كلمة منك، المركب تدخل المينا وأنت القرشين الحلوين يدخلوا جيبك. ده كلام. أنا آخد رشوة يا مرسمين. أعوذ بالله. حد جاب سيرة رشوة يا راجل؟ دي هدية والنبي قبل الهدية. ثم إن السلوى ملهاش خاطر عندك ولا إيه؟ السلوى في عينيا، بس دي مسألة مبدأ وكرامة. وبعدين بقى ما إحنا كمان عندنا مبدأ وكرامة وعايزين نفوت لك من يوم ما اتجوزنا، فوت لنا أنت مرة. وبعدين المثل بيقول يا راكنين على قفايا قفايا من راكن داب، ساعدونا أنتوا حبة لو كنتوا حقيقي أصحاب. خلاص يا مرسي بيه، تحت أمرك. بكره المركب تدخل هنا. انا احب اللون ده. يا سلام، ايه ده كله؟ ما تعرفيش حد في الجمارك؟ لا، ما حصليش الشرف. لا كده غلط يا سلوى، لازم اتصالاتنا تكون على كل المستويات، ولا هقطع روحي في الشغل لوحدي ولا ايه؟ مرسي، انا شايفه من الافضل ان احنا نتطلق. حبيبتي، إن أبغض الحلال عند الله الطلاق. وأنا عموما مش كاره. أنا بقى كارهة وعايزة أتطلق، قلت إيه؟ في الحالة دي بقى قانون الأحوال الشخصية في صفي. لم هدومك وارحلي في رعاية الله، بس ما تنسيش تكتبي على العربية من ورا، ما تبصليش بعين راضية، ده أنا هفرقع من اللي فيا. عايزني أمشي من بيتي؟ حبيبتي، من غير انفعال، لازم تعرفي زي ما هو بيتك بيت أنا كمان، وبيت ابني حبيبي. اللي بيحمل اسمي في شهاده الميلاد الرسميه بتاعه الحكومه. ما دام كده بقى استعد للمفاجاه اللي هقولها لك. لا قولي بسرعه، نحسن انا ابتديت اتخض. الولد مش ابنك. ايه ده؟ مش معقول. طب ما انا عارف الحكايه دي من زمان. على اذنك نحسن، ابني حبيبي بينادي عليا شهاده الميلاد. قومي يا اشرب، سلامتك الف سلامه، يشفيكي ربنا يا اختي. قومي حبيبتي شد حيلك. خدي 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 ثنايا عشان خاطرك. بسم الله الشافي المعافي. معلش امان عشان خاطر يا اختي. بالشفاء والعافية، بالشفاء والعافية. Thank you.
واخرتها يا ابو مرسي. صدق الله العظيم، العلم عند الله. انعم واكرم بالله، ما انت كمان زودتها معاه حبتين. انا يا ام مرسي؟ ايوه، انت مش طردته من البيت؟ طردته من عمايله. وهو يعني كان عمل ايه علشان ده كله يحصل؟ الواد ما عملش جناية، لقى نفسه تعبان من شغلة الحكومة، استقال واشتغل في أعمال حرة، ومال البركة في التجارة. أيوة، بس كان لازم يتجوز على مراته ويكسر قلبها. كل شيء اسمه ونصيب، وإحنا لو كنا قلنا للبنية كلمتين طيبنا خاطرها، كانت قبلت وعاشت. لزومه إيه إحنا بقى نفرق بينهم؟ وأنت عايز الحق بقى؟ أنا هتجنن وحزينة على الفراق. بس مش انت لوحدك يا ام مرسي، ربنا يعلم انا كمان حزني عليه قد ايه. ده ابني الوحيد اللي طلعت بيه من الدنيا، ده نور عين، حته من قلبي. ربنا بس هو اللي يعلم، وانا بطرد من البيت كنت بتقطع ازاي من جوه، كاني كنت بطرد روحي من جسمي. عارفه يا اخويا وحاسه من غير ما تقول، عشان كده بترجاك تروح له تكلمه كلمتين تطيب خاطره وتجيبه وتيجي. صوت عليك النبي ما تكسفني. عليه الصلاة والسلام. حاضر حاضر يا ام مرسي. وشك منور اول النهارده، شكلك كده زي ما اكون جبت تاني شويه فراخ بايظين. ما جبنا وزعناها من زمان. وزعتهم؟ الله اكبر. اه، ما كله على البنوك. كله على البنوك، هي كله على البنوك. ايه ده؟ خدود دي ولا تفاح امريكاني؟ منور يا قمر، منورين، منور. ايه يا زكي بيه؟ خف شويه مش كده؟ هاي انت ما بتضيعش وقت يا عم، خف عننا شويه. هلا هلا هلا. اللي ياكل لوحده يزور. الله، انت هتحسدنا ولا ايه يا مرسي بيه؟ يا عم لا هنحسدك ولا حاجه، انا بس خاف على صحتك. صحتي بومب وحديد والحمد لله، بس مالكش دعوه انت. طب ماشي يا عم. ما تقوم تفرفشينا شويه، تعملي شويه جو كده بدل ما انت قاعده. اه مفيش مانع، بس وحياه ابوك مفيش داعي لحكايه الخلف دي تاني، احسن بتحرمنا من قعدتها الحلوه. بتقول لنا ليه؟ الله، مش انت تزوج يا راجل؟ اختشى ايه؟ قوم يا جميل قوم. في شرب يا جماعه، كتير هات الشرب بتاع الحلوه. قطتي جامد، عايز تخيب جامد. مين حضرتك؟ أنا جاد الحق. أحب الحق وأموت في الحق يا سجاد الحق. أي خدمة؟ لا أبداً، بس كنت عاوز أقابل مرسي. آه، مرسي بيه؟ اتفضل اتفضل، بس خد لك جنب. الله، شايفين يا جماعة التيبي الجميل ده؟ أهلاً أهلاً أهلاً. معايا ولا ترقص لوحدك؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سلام، اتفضل. ايه ده يا مرسي؟ ده اصله حفله، واحد صاحبي عيد ميلاده وبنعيص له. ويا ترى مراتك انهي واحده فيهم؟ اتفضل يابا. طب استريح. اتفضل. بسالك مراتك انهي واحده فيهم؟ مين ده يا مرسي؟ أنا والد الأستاذ. آه، أهلاً أنك.
أنا المدام. أنا أم أكرم. الله، ده بيقول إن هو أبده. أنا كان عندي سفرجي يشبه له بالظبط، بس على أنضف. طردته عشان كان بيسرق اللحمة. راح فين يابا؟ أنت مين؟ أنا ابنك مرسي يابا. مرسي. مرسي مات. مات من زمان. مات من يوم ما ساب بيتي. يابا ما تلمسنيش. أنا طاهر. لعنة الله عليك ليوم الدين. لعنة الله عليك ليوم الدين. إيه ده يا مرسي بيه؟ ده أبوك ده باين عليه دقة قديمة قوي. هو موديل سنة كام؟